ولا نخاف من ايه؟ احنا هنقدر وبعون الله. اهلا بيكم حلقه جديده ومهرجان ابداع الموسم الثالث. حلمك قرب. حلقتنا النهارده هتاخدنا في رحله سريعه للسماء في اجواء كلها روحانيات ورقي وجمال بشكل مش عادي. هنسمع فيها اناشيد وترانيم مليانه بمعاني الخير والحب والجمال، وبتاخد اللي يسمعها لحته تانيه خالص بعيد عن كل المشاكل والصراعات والهموم. وهيتنافس في الحلقة دي 10 مبدعين من مراكز الشباب والنوادي على مستوى الجمهورية. باختصار هتكون ليلة جميلة وممتعة، وهيشاركنا فيها أشهر المنشدين والمرنمين في مصر، وكل ده من خلال مسابقة إبداع اللي بتقدمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. تعالوا بينا نتعرف على لجنة التحكيم اللي بتضم 3 من أهم المنشدين والمرنمين في مصر. أعضاء لجنة التحكيم: المنشد والمطرب علي الهلباوي، ابن المنشد الديني الشهير الشيخ محمد الهلباوي، وعضو بمجلس إدارة نقابة الإنشاد الديني. بدأ الغنى وهو عنده 6 سنين في المدرسة، وانضم لفرقة الهلباوي وهو عنده 17 سنة. ليه العديد من الابتهالات والقصائد الصوفية، أبرزها قل المليحة، مرسال لحبيبتي، وواسع الملكوت. وقدم العديد من الحفلات الموسيقية، وليه حفلة موسيقية شهيرة في ساقية الصاوي، وغنى في دار الأوبرا المصرية ومكتبة الإسكندرية، وليه مشاركة سينمائية في فيلمين مايكروفون والليلة الكبيرة، ومشاركات درامية في مسلسلات الطاووس، طاقة نور، وفيفا أطاطا. المنشد مصطفى عاطف اتعلم الإنشاد وهو صغير على إيد المنشد الديني محمد الهلباوي. قدم أول حفلاته في مسابقة حفظة القرآن الكريم في المحلة الكبرى وهو عنده 7 سنين، وبدأ يركز على الإنشاد الديني فقط وهو عنده 16 سنة. التحق بنقابة الإنشاد الديني وبقى أصغر عضو مجلس إدارة في تاريخ النقابة وهو عنده 23 سنة. سافر لعديد من دول العالم لإقامة الحفلات والمشاركة في المهرجانات والمؤتمرات الرسمية كمنشد مصري، وكمان هو أول عربي يرفع الأذان في المسجد الكبير في موسكو، وقدم عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، وأخذ عدد من الجوائز منها جائزة اليوتيوب وجائزة الملتقى الإعلامي العربي للشباب بجامعة الدول العربية، وتم تكريمه من جامعة أبوظبي لمشاركته في عام الخير. المرنم ماهر فايز حاصل على دبلوم المعهد العالي للموسيقى العربية، وليه في المكتبة المسيحية الصوتية 18 ألبوم قدم من خلالها مجموعة كبيرة من الترانيم من كتابته وتلحينه وترنيمه، وكان أول ألبوماته سنة 1988، وكمان قدم عدد كبير من الحفلات داخل مصر وخارجها في عدد من الدول العربية والأوروبية، وخاض تجربة تقديم البرامج من خلال تقديم برنامج الخبز اليومي واستنارة على قناة الحياة المسيحية. منورنا لجنة التحكيم، منورانا النهاردة. معانا لجنة التحكيم في الترانيم والإنشاد من أقوى اللجان اللي موجودة في مصر. مرحب بكم. وزي ما شفنا معانا لجنة تحكيم تقيلة، بس قبل ما نبتدي عايزين ناخد منهم كلمة عن الإنشاد والترنيم، وكمان نصيحة لكل المرنمين والمنشدين الشباب، ونبتدي بالأستاذ علي الهلباوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً أنا بشكر وزارة الشباب والرياضة، وبشكر كل الداعمين لهذه المسابقة، ده أول حاجة. وكمان كون إن إحنا يكون فيها إنشاد ديني ده حاجة تفرحني جداً. النصيحة للشباب: العلم، الصدق فيما تقول. علم النغم إحنا بنستخدمه للتصوير النغمي للنص، فأنا أتمنى إن كل أي حد عايز ينشد أو يغني أو يعني يخش أي مجال لازم يكون عنده علم عشان يقدر يعلم أو يقدر يفيد الناس باللي بيقوله.
متشكرين جدا يا استاذ علي. اكيد المرنم الهايل ماهر فايز عايز يقول لنا كلمه. الانشاد عموما هو دلوقتي المحميه الفنيه الحافظه للموسيقى المقاميه، وخاصة الموسيقى المصرية المقامية، ودي الموسيقى بتاعتنا الفصحى. فالإنشاد هو اللي بيحفظها دلوقتي، هو اللي بيطورها، هو اللي بينميها، هو الرجاء والأمل في أنه نوعية الموسيقى دي تظل بإبداعتها. فأنا بشكركم لتواجدي في مجال زي كده. شاكرين جدا يا أستاذ، نورتنا. ونروح دلوقتي لصاحب الصوت الدافي المنشد مصطفى عاطف ونسمع كلمته. أنا طبعا كلي فخر وشرف وسعادة أنه موجود في المسابقة مع الأساتذة الكبار، ويعني ما فيش كلام يتقال بعد كده، وكلي فخر الحقيقة وشرف أنه مصر بتتبنى مسابقة زي دي وبتطلع المواهب الشابة العظيمة اللي مليانة صوت وإحساس وإبداع زي ما عهدنا من الأجيال القديمة. يعني إحنا أجيال بتورث أجيال، والإنشاد الديني قيمة عالية قوي، وإحنا الحمد لله سافرنا كتير وشفنا أنه الإنشاد الديني المصري خاصة سواء كان إنشاد أو حتى ترانيم له طعم ومذاق ومدرسة خاصة موجودة برة بين الناس. يمكن مش هقول طبعا نصيحة، يعني هقول وصية لكل إخواتي وأصدقائي اللي مقدمين في المسابقة واللي بيتفرجوا علينا وبيشوفونا، أنه زمان سمعت الوصية دي أنه سمع صوتك لله تبارك وتعالى يسمع هو صوتك للجميع. الله طبعا، فإنك الله تخرج الإنشاد منك ليه هو سبحانه وتعالى. الله 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 الله، سمع صوتك لله يوصل صوتك للجميع. كلنا لازم نناجي ربنا عشان ربنا يكرمنا ويخلينا في أحسن حتة في الدنيا وفي الآخرة. صحيح، شكرا جزيلا. ودلوقتي هنبدأ المنافسة بخمس شباب شاركوا معانا في مجال الإنشاد والترنيم من خلال مراكز الشباب. يلا بينا نبتدي جولتنا ونتعرف على أول متسابق منهم. إسلام محمد علي، 30 سنة، مركز شباب إمبابة، محافظة الجيزة. نظري إلى وجه الحبيب نعيم، وفراق من أهوى علي عظيم، وفراق من أهوى وفراق من أهوى علي عظيم. يا نجم هدى للناس أنا، عبد على
اللهم صل وسلم وبارك على حضره سيدنا النبي. ايه الحلاوه دي يا اسود؟ تعد دلوقتي تسمع صوت الاساطير اللي قدامك دول؟ ها مستعد تسمع رايهم فيك؟ ودلوقتي مع الاستاذ علي الهلباوي. يا استاذ جلال، اسلام مش اول مره اشوفه، هو صديق صاحبي يعني. اه احنا اصدقاء وانا بحبه قوي جدا وبحب خامس صوته جدا، هو عارف ما شاء الله. انا لو عايز رايي انا زعلان منه. اوه اه هو محترف. اوكي يعني انا عارف ان هو حد محترف في هذا المجال. مالك يا اسلام؟ بس هو ده بقى توتر. عمل جاب ما بين ادائك وما بين صوتك. اه مفيش روح. اه مفيش روح ما بين الصوت وما بين وما بين الاداء، صح؟ أحسنت كده. احسنت اسلام. انت 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 محظوظ طبعا ان انت صديق لجنه التحكيم، بس مش محظوظ ان هم بالنسبه لهم كمان كانوا عندهم توقعات فيك اكبر من كده بكتير. ودي مشكله. انا مش عارف ايه اللي هيحصل. يا شباب خلينا كلنا نقول ان دايما لحظه تحقيق الحلم بتبقى محتاجه ثبات. انت واقف على المسرح عشان تحقق نفسك وتتقيم. لازم لما تيجي تتقيم لازم يبقى عندك ثبات انفعالي رهيب، عشان كده النجومية صعبة قوي. اسلام انا بتمنى لك التوفيق، وهنشوف حكم لجنة التحكيم في الاخر ايه. متشكرين يا اسلام، شكرا. بداية حلوة، بس زي ما قلنا دي بداية، لسه في جاي كتير. ودلوقتي يلا بينا نتعرف على المتسابقة التانية. رندا زكريا سليم، 39 سنة، مركز شباب مدينة ناصر، محافظة بني سويف. دلعيش. عاش رندا. الله يا رندا. الله 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 الله. رندا ايه ده؟ انا بجد 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 صوتك حلو جدا. رندا كانت خايفه قوي يا جماعه ومرعوبه جوه، بس فعلا المسرح ليه رهبه. دلوقتي هنسمع راي لجنه التحكيم فيكي، ومعانا استاذ ماهر فايز. انا عجبني اصرارك ومثابرتك، وانت واثقه من نفسك وصوتك حلو، وصل لنا الاحساس الجميل، وصل لنا اللي جواكي. بس عندي حاجة فنية، لو كنت خدت بالك منها كنت كملت كويس قوي. الطبقة بتاعتك، انت ابتديتي اصلا من طبقة عالية، انت في الطبقة بتاعتك بتقولي حلو قوي، بس انت بدأتي عالي، فلما جيتي عندي يا أليفة القلبي بذلتي جهد علشان تجيب النوة العالية، فده مش ذنبك. لكن انا عارفة، انا متوترة بجد. صوتك جميل حقيقي. برافو برافو برافو، سقفة كبيرة الرندا. إن شاء الله حظك معانا يبقى كويس، ولجنة التحكيم تكون قرارها الأخير
في صالحك. متشكرين يا رندا جدا، اتفضلي. سمعنا رأي لجنة التحكيم وجه وقت دخول المتسابق الثالث. أبانوب أشرف صبحي، 21 سنة، مركز شباب أحمد عصمت، محافظة القاهرة. أحلاكي حملت النور في أحشاكي، اختار جمالك وباكي، طوباكي يا مريم طوباكي، حملت فادي البشرية ولدت خالي الدنيا، حملت فادي البشرية ولدت خالي الدنيا، أرضعت رب البرية، طوباكي يا مريم طوباكي، محلاكي يا مريم محلاكي، حملت النور في أحشاكي، اختار جمالك وبهاكي، طوباكي يا مريم طوباكي، طوباكي يا مريم طوباكي، اطلبي واشفعي فينا يا عذراء، عند إلهك رب القدرة، دي شفعتك تعطينا النصرة، طوباكي يا مريم طوباكي، كنز النعمة أمي يا عذراء، أمدح فيكي ست يا طهرة، دي مدايحك تعزية ونصرة، طوباكي يا مريم طوباكي. الله 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 يا بنوب، الله 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 الله، ما شاء الله. انت ما عندكش رابط مسرح اصلا، انت جاي يعني انا شايفك واثق من نفسك، الزنبالك مليان، هو كان جوه عايز يخرج على المسرح قبل ما نقول له. ما شاء الله عليك بجد، الله اكبر، وعلى سنك الصغير ده، برافو. دلوقتي جاهز تسمع راي لجنه التحكيم فيك، ونسمع منشدنا الجميل مصطفى عاطف. بنوب صوت دافي وحنون جدا جدا جدا، واحساس يعني راقي، وانت اول ما ابتديت غنى استاذ علي قال لي مصطفى عاطف اهو الخليفه، فحسيت انه في تشابه، في تشابه شرف ليا كبير، حاسس ان انا شبهك اصلا حتى. ما شاء الله ما شاء الله، فربنا يبارك فيك. انا ما عنديش اي تعليق خالص غير ان انا استمتعت جدا واتبسطت، وفعلا ما فيش رهبه مسرح، وقفته حتى يعني على المسرح والكاريزما، يا سيدي كاريزما وصوت يا سيدي واحساس يا سيدي وكل حاجه. سقفه كبيره جدا لبنوب، ومتشكرين ليك يا بنوب، وإن شاء الله تكون معنا من الفايزين، هنشوف. شكراً يا بنوب. سمعنا رأي اللجنة، ودلوقتي هنروح للباكستيج مع ياسمين ونشوف إيه اللي بيحصل هناك. إحنا هنقدر وبعون الله. وانا معدية في الباك ستيج دلوقتي، سمعت حاجة حلوة قوي لازم تسمعوها معايا. يا ضابط الكل الطف بنا، الله
الله الله الله الله الله، شفتوا المفاجأة يا جماعة؟ يعني دلوقتي بينورني أبانوب وزياد، يعني عملتوا ميكس حلو قوي 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 بصراحة. أهلا يعني. بيك شكرا. يعني شكراً. ما بين الترانيم وما بين الإنشاد، يعني دي حاجة حلوة، وهي دي مصر يا جماعة. وقد ايه روحكم حلوه انتوا الاثنين مع بعض، عملتوا لنا ميكس حلو قوي. طبعا يعني احنا كلنا واحد، ويشرفني طبعا اخويا ابانوب ان هو حبيبي يكون معايا في عمل جميل زي ده. يعني انا بصراحه انا شفت حاجه جامده قوي دلوقتي. جاهز يا زياد؟ جاهز ان شاء الله. هتولع المسرح؟ مركز اول باذن الله. كمان مركز اول؟ ان شاء الله كلكم، وان شاء الله من الفايزين. طالما انتوا هنا معانا في مهرجان ابداع، فده بالنسبه لكم اكيد نجاح صح؟ بإذن الله. يلا بينا نروح على الستيج. ورجعنا لكم تاني عشان نسمع باقي المتسابقين. يلا بينا نتعرف على المتسابقة الرابعة. هبة عادل إبراهيم، 26 سنة، مركز شباب دارو، محافظة المنوفية. الله يا هبة، الله 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 الله. يعني أنا مش عارف حقيقة، أنا حاسس إن أنا صوتك سماوي والله، ما شاء الله عليك، يا الله أكبر. أنا حاسس إحساس غريب، أنا أشعرت جوه، أنا والله أنا كنت أعيط. يا ربنا يحقق لك كل أحلامك، وهنشوف الحلم ده هيتحقق ولا لأ على إيد اللجنة العظيمة اللي قدامنا. ومعانا الأستاذ علي الهلباوي. استاذ جلال، بس انا هستاذن هبه، هنتناقش مع بعض انا وهي، انا هسمع منها مش انا اللي هقول. ايه اللي حصل يا هبه؟ انت مش اول مره تقفي على مسرح واخده مركز اول، وانا عارف وعارف عنك كل حاجه. ممكن تقول مركز اول؟ قبل كده واخده مركز اول في ابداع تقريبا، صح؟ ما انا بكلمك على ايه. طيب انا عايز اقول لك احسنت جدا، هنشتغل على نفسنا اكتر الايام اللي جايه، لإن مشروع منشدة جميلة جداً. أيوة ومطربة. أيوة جميلة جداً، وصوت من السماء زي ما بيقولوا. صحيح. أحسنت، وأتمنى أشوفك. أيوة. كتير 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 كتير. ما شاء الله يا هبة، إن شاء الله تحققي كل اللي أنت نفسك فيه،
ودلوقتي خلونا نتعرف على آخر متسابق معانا في مجال الإنشاد الديني والترانيم من أعضاء مراكز الشباب. زياد إبراهيم عبد السميع، 18 سنة، مركز شباب النجاح، محافظة البحيرة. المنشد الصغير، المنشد الصغير زياد، يعني القوة، يعني الصوت، يعني الأداء المتميز. كول كده، كول، سوبر كول. أرسلك الله كنت تخلو عابدا ربا كريما واسع الإمداد بحراء حقا كنت تخلو عابدا يا سيدي بحراء صلى عليك الله صلى عليك الله يا الورى صلى عليك الله يا خير الورى ما سبح المولى الحمام السادي. الله يا زياد، الله الله عليك، الله الله الله، امتعتنا ويعني بص الله عليك والله بجد. امر الاستاذ علي الهلباوي بيعيط من كتر التاثر بصوتك يا زياد، لازم انقل لك ده. أيوة. واعرف انت عامل ايه في لجنه التحكيم. هو يعني ما شاء الله، الله اكبر عليك الاستاذ انت علي، انت مخلينا كلنا دلوقتي في حاله روحانيه مش طبيعيه. الاستاذ علي ربى ولا الحمد لله. الله اكبر، تربيه الاستاذ علي الهلباوي. عشان كده مش هناخد رايه، احنا رايه كان معانا صوت وصوره، هناخد راي الاستاذ ماهر فايز. اسعدتني يا زياد حقيقي، متعتني. من زمان ما سمعتش مجموعه تحويلات جميله بركوزات، وانت
عبقري في اختيار النغم وذوقك جميل في شكرا. التحويل بين المقامات. طبعا انا اعتقد يعني انه مجال الغنى مش هيشبع امكانياتك ولا قدراتك صح. لكن انت مولود عشان تبقى منشد. شكرا. وبكده نكون وصلنا لاخر متسابق معانا في مجال الانشاد والترانيم من أعضاء مراكز الشباب، وفي انتظار منافسة شرسة بين متسابقين الإنشاد والترانيم من أعضاء النوادي، بس بعد الفاصل، استنونا. والحلم قرب منك بس خليك انت وراه. ورجعنا لكم تاني، وصلنا للفقرة التانية والجزء التاني من حلقة النهاردة، وندخل على مسابقة الأندية ونشوف مين أول متسابق معانا بعد ما نرحب بلجنة التحكيم. الأندية الرياضية: عمر أحمد حشاد 20 سنة، نادي التحدي، محافظة مرسى مطروح. عاش بالتوفيق. محمد أشرف الأعراب واللاجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم. طيب محمد صلى الله عليه وسلم زينة الدنيا وبهجتها، محمد جاء بالآيات والحكام. ليش هعديها لك وراح جئت بالآيات، جئت بالآيات والبشرى الله عليك يا عمر. دلوقتي هنسمع رأي الأستاذ مصطفى. عمر ما شاء الله عليك، صوت قوي جدا ودخلت كده دخلة قوية وأداء رائع، في حتت هربت ولمتها، وده أكيد طبعا من يعني التوتر اللي كان موجود، بس يعني ما شاء الله عليك. شكرا جدا يا عمر، نورتنا. شكرا. ان شاء الله يكون لك نصيب معانا في جائزة. شكرا. يا ترى مين المتسابقه الثانيه معانا النهارده في الانديه الرياضيه؟ هنعرفها حالا. مارسيل روماني صليب 38 سنه، نادي مرمرقس، محافظه الاقصر. Thank you.
تعمل ليلة. يلا محمد شكرا. كالخزفي بين يديك عد واصنعني وأن آخر مثل ما يحسن في عينيك آتي إليك بكل فسادي ثقتي في نعمتك ويديك آتي إليك بكل فسادي ثقتي في نعمتك ويديك لا لليأس ولا للماضي قلبي اتجه الآن إليك برافو يا مارسيل برافو برافو نشوف بقى الأستاذ عليا يقول لنا إيه أنا انبسطت جداً لما سمعتك إحساسك حلو جداً جداً مفيش نغمة روحت خالص. خالص كل نغماتك مظبوطة عربك مظبوطة لما طلعتي من القرار إلى الجواب في السوبرانو وفي الأكتاف ده جميل جداً جداً بجد أنا مبسوط وشكراً للأقصر إنها بتطلع لنا حاجات حلوة كده شكراً لحضرتك شكراً يا حسن مبروك أستاذ. عليكي ونورتينا وإن شاء الله تكوني من الفايزين مبروك عليكي سمعنا رأي لجنة التحكيم في مارسيل يلا بينا نعرف مين هو المتسابق الثالث محمد أحمد سلمان 22 سنة نادي ميت خلف محافظة المنوفية مولاي إني ببابك قد بسطت يدي ما لي ألوذ به إلاك يا سندي أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع نديم بنور وجهك إني عائد وجل ومن يعود بك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضاك وما أطيق سخطا على عيش من الرهد ما لي سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمعه
كل الخلائق ظل في يد الصمد أدعوك يا رب أدعوك يا رب فاغفر ذلتي كرما واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي وانظر لحالي في خوف وفي طمع فليرحم العبد بعد الله يرحم العبد بعد الله من أحد. الله يا أبو حميد، الله يا أبو حميد، الله 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 الله، منور يا محمد. ودلوقتي ناخد رأي اللجنة، ومعانا الأستاذ مصطفى. لأحمد، جميل ما شاء الله، ربنا يفتح عليك، بس هي في مشكلة الحقيقة خطيرة جدا، وهو اختيار الطبقة تاني. يعني من اول اليوم النهارده واحنا عندنا نفس المشكله دي بتاعت الطبقه. انك اخترت طبقه غلط فما ريحتش نفسك. يعني انت جوه بتقول الحلو بس مش عارف تقول كل حاجه حلوه، لان الطبقه من الاول انت اخدتها عاليه قوي، فمش عارف، مش عارف تتحرك. الطبقه العاليه بتهرب النغمه، وبالتالي بتهرب الاحساس، لانك بتبقى مشغول. انت مش قادر تحس قوي بالكلمات، لانك مشغول، عايز تعفق، عايز تلحق تجيب اي حاجه. فده يعني تعليل وحيد، وربنا يوفقك طبعا ويفتح لك يا رب باذن الله. ربنا يوفقك يا محمد، بس الموضوع في ايد اللجنه، وان شاء الله خد بالك من الملاحظات اللي قالوا عليها دي، والمره الجايه تكون احسن بكتير. متشكرين ليك يا محمد، بالتوفيق. لسه معانا اتنين متسابقين، بس خلينا نروح لياسمين الاول في الباك ستيج ونرجع لكم تاني. قصاد كل شيء بتفقده في حياتك، دايما عوض ربنا بيكون عظيم. تعالوا نشوف مع بعض قصه هبه اللي ربنا وهبها بصوت ملائكي. اتعلمت الانشاد الديني في مدرسة الشيخ محمود ياسين التهامي. طبعاً كنت وأنا صغيرة كنت بسمع المشايخ، الشيخ نصر الدين طبار، ومشايخ كتير جداً، منهم الشيخ طاهر فاشني وغيرهم وغيرهم. جينا على موضوع المقامات، كنت في يوم كنت قاعدة بسمع برنامج غواص في بحر النغم بتاع الشيخ، بتاع الأستاذ الموسيقار الكبير عمار الشريعي. فبدأت إن أنا أسمع ده، بيقولوا ده رست، ده نهواند، ده كورد، ده حجاز. ومن هنا دخلت مدرسة الإنشاد. طبعاً الصعوبات اللي واجهتني إن ما كنتش لاقي حد يعلمني مقامات في الأول، لحد ما عرفت يعني المدرسة وكده. وبعدين الصعوبات اللي يعني عايزه اهدي رساله لوالدتي، عايزه اقول لها كتر خيرك، ربنا يبارك فيك بجد، انت تستاهلي كل خير، تعبتي معايا. فعشان كده انا عايزه اهديكي، يعني ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله انا هديكي جايزه ابداع. انا هجيب ان شاء الله معايا، هجيب معايا مركز ان شاء الله، واجيب لك جايزه ابداع عشان انت تعبتي معايا، وكتر خيرك، وربنا يخليكي ليا يا امي. احنا هنقدر وبعون الله. ورجعنا لكم تاني، فاضل معانا اتنين متسابقين. تعالوا نتعرف على المتسابقه الرابعه في مسابقه الانديه الرياضيه. مروه احمد عثمان، 33 سنة، نادي الألعاب الرياضية دمنهور، محافظة البحيرة. لا لا خالص، أكتر من إيه؟ ده أنت جميلة. جامدة كده ورايقة. ما شاء الله، الله أكبر. يلا امسك في حلمك يوصل.
طيب يا مولانا. فهو الذي من فضله تكويني. قد جئت للدنيا لطاعة ذاته أدعو. وإليه أخشع قانتا متبتلا. أيوة. فعبادة الرحمن أصل الدين. وإليه أخشع قانتا متبتلا. وإليه أخشع قانتا متبتلا. فعبادة الرحمن هايل يا مروة. ونسمع الأستاذ علي الهلباوي. مروة خامة طيبة وجيدة جدا 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 جدا، وإن شاء الله نشوفك منشدة كبيرة جدا جدا، وحاولي تشتغل على نفسك أكتر. إن شاء الله. أحسنت يا أستاذة أحسنت. هايل هايل هايل، وإن شاء الله بالتوفيق وتبقي فايزة معانا. خلاص فاضل لنا متسابق واحد بس هنعرفه حالا. مهاب جميل إبراهيم 37 سنة، نادي وادي دجلة، محافظة القاهرة. مهاب بالتوفيق، شكلك راسي كده وثابت إن شاء الله. شد حيلك، عايزينك تدخل تكسر الدنيا إن شاء الله. مهاب كده إن شاء الله على الرايق. مفنوتي في لغوتي
تقار انتبيري ابو الخورس تشون متسو افو ينتي بوسني اثفاي اوني ذن سيتشيسي امو تاشوي ستيثي اوتوكوس اثوابن سيوني ذن ارون هنتن توبثرين شاشني افناي هيتن برس فيان توت فم بماي روبي. الله يا حبيبي. الله يا مهاب. الله. برافو. برافو. ودلوقتي معانا رأي لجنة التحكيم والأستاذ ماهر. أداءك للحن القبطي جميل معبر، بتضيف عليه إحساس، ما فيهوش الإسطمبة الجامدة اللي إحنا حافظينها، أنت بتدي إحساس. يعني أنت سرقتني وأنت بتقول الجوابات، أنا ما حسيتش إن أنت طالع تقول الجوابات، بس اتفاجئت إن أنت قلتها، ونعمة وجميلة وسلسة، وكل أدائك سلس، موزع نفسك حلو، المقام سلس في إيديك، طيع النغم طالع منك جميل قوي حقيقي. شكرا جدا يا مهاب. جدا يا رب التوفيق ان شاء الله. شكرا. خلاص كل المتسابقين قدموا نفسهم للجنه، واللجنه اكيد خدت قرار، واحنا كمان قربنا نعلن على الفايزين. هنروح فاصل ونرجع تاني. يوصل لك للسماء والحلم قرب منك بس خليك انت وراه. رجعنا لكم مرة تانية، وأكيد كلكم مستنيين الإعلان عن الفايزين. كانت حلقة حلوة جداً، وعرفنا حاجات كتير عن فن الإنشاد والترانيم، وكمان سمعنا أصوات حلوة ونوع مختلف من الأصوات الجميلة. يلا بينا نعلن عن جوائز المسابقة اللي كلكم مستنيينها. وهنبتدي بمراكز الشباب ونشوف مين حصل على المركز الثالث في مراكز الشباب. هو إسلام محمد علي. أما المركز الثاني فاقتنصوا القناص أبانوب أشرف. صغير بس مركز. المركز الأول واللي خده عن جدارة معانا زياد إبراهيم. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، الله أكبر، برافو يا زياد. ودلوقتي داخلين على مسابقة الأندية الرياضية. بالمركز الثالث كان معانا فيه مهاب جميل. أما المركز الثاني بقى فحصل عليه عمر أحمد.
واقتنص المركز الأول ودخل بالراحة كده واتسرسب وبعدين خد المركز الأول. معنا في المركز الأول مارسيل روماني. وبنشكر كل المتسابقين وبنشكر لجنة التحكيم، وبشكل شخصي سعيد إننا في كل حلقة بنقدم وجوه جديدة من المبدعين، ودايماً يا رب إبداعنا بخير ويوم بعد يوم رصدنا من القوى الناعمة يزيد ويزيد من خلال مسابقة إبداع حلمك قرب اللي بتقام من خلال وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتصبحوا على خير ونشوفكم مرة تانية إن شاء الله. دور في نفسك لازم ما تلاقي عندك في حاجات، اختار لك منها حاجة وخلي الهدف من جواك من بدري وانت بتتمنى طول عمرك عايش تستنى والحلم قرب منك بس خليك انت وراه. روح من صغر سنك او محتاج حد يدلك، ده امل لازم يوصلك بس انت تعب تلاقيه. يا عين الله يلا يلا الحلم وراك، يا عين الله 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 وربي معاك. مش عايزك ابدا تنسى الدنيا جايه لسه قدامك مليون فرصه، سلم امرك لله. احنا هنضعف ليه ولا نخاف من ايه؟ احنا هنقدر وبعون الله. كفي سنة نفس رواسقبو إن بيجدنا نهاية، إن خطوة تار الجدو ولا جركي قروب. كمل وأكيد هتوصل هدفك وفي يوم حيحصل، الصعب تشوفه أسهل والمستحيل انسى. انت كل اللي يهمك توصل للناس بفنك، ونجاحك رح يوصلك بس انت تمسك بيه. يقين في الله وإن شاء الله في بكرة جديد.